أحسن الله إليكم شيخنا. سائل من دولة غانا يسأل ويقول: ما حكم اللحية؟ هل هي سنة أو واجبة؟ الحمد لله رب العالمين. المتقرر في القواعد أن الأمر المتجرد عن القرينة يفيد الوجوب، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإرخائها وإكرامها وإعفائها، وبين صلى الله عليه وسلم أن حلقها من جملة ما يتشبه به المسلم باليهود والنصارى والمجوس، وبناء على ذلك فيجب على الإنسان أن يعفي لحيته، ولا يجوز له أن يتعرض لها بشيء أبدا. وقد تأيد هذا الأمر النبوي بالفعل المضطرد الدائم من النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفاه الله تعالى، فإنه لم يثبت عنه مرة واحدة أنه تعرض لحيته بقص ولا تشذيب ولا تهذيب، وكل حديث فيه أنه أخذ من طول لحيته وعرضها فإنه حديث ضعيف لا يصح. فأمره بإكرامها وإعفائها وإرخائها قد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بتركها الترك الدائم حتى توفاه الله عز وجل، فتأيد في تربية اللحية وإعفائها وإكرامها وإرخائها وتركها على ما خلقها الله عز وجل عليه من غير تعرض لها بشيء قوله صلى الله عليه وسلم وفعله، فتأيد في ذلك القول والفعل. فالذي أراه في هذه المسألة هو أن إعفاءها وإرخاءها من الأمور الواجبة، وأن حلقها من الأمور المحرمة، والله أعلم. شيخنا أحسن الله إليكم، إلحاقا بهذا السؤال، هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذ من لحيته؟ أجبت. نعم، قد أجبت عن هذا قبل قليل، وقلت إن كل حديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من طول لحيته وعرضها فإنه حديث لا يصح، فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم طيلة حياته النبوية أنه تعرض لشيء من لحيته، لا من طولها ولا من عرضها، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا. هذا سائل من تشاد يسأل ويقول: نحن طلاب علم مبتدئون في الطلب بحمد الله، ما موقفنا ممن يقول أنه من أهل الجرح والتعديل ويتكلم في العلماء؟ الحمد لله رب العالمين. إذا كان كلامه في أهل العلم بعلم وعدل وبرهان وإنصاف، وكان متجردا مخلصا لوجه الله عز وجل في هذا النقد، وكان متأهلا راسخا فيه، فإنه لا بأس بكلامه ولا حرج فيه، فإنه لا يزال أهل العلم ينقد بعضهم بعضا، ولكن بعلم وعدل وإنصاف. لكن الذي نعاني منه في هذا الزمان هو أن نقد كثير من الناس إنما هو نقد ظلم وعدوان وتجريح وإسقاط، فهو لا ينقد كما كان المحدثون ينقد بعضهم بعضا، وكما ينقدون الأسانيد، وكما ينقدون الرواة، فيقتصرون على موضع النقد، ويكون نقدهم إنما هو نصرة الله ونصرة دينه والمحافظة على سنة نبيه صلى الله عليه وسلم في بيان أحوال الرواة والنقلة، وكان نقدهم مبنيا على العدل وعلى الإنصاف وعلى التجرد وعلى الإخلاص وعلى التقدير وعلى الاحترام وعلى بيان موضع الحاجة من النقد والضرورة فقط. فإننا نعاني في هذا الزمان من أناس إذا تولوا نقد أحد أسقطوه وجرحوه وشرحوه، ويجعلون تأخر الأمة إنما هو بسببه، ويفضحونه فضحا عظيما، ويتتبعون مقاطعه وينشرون غسيله. فنقد كثير من هؤلاء الذين يدعون أنهم على منهج المحدثين السابقين في الجرح والتعديل ليس هو ذلك المنهج السلفي الذي ندين الله عز وجل به والذي ورثناه عنه. فإن المنهج السلفي في النقد قائم على عدة قواعد. القاعدة الأولى قاعدة الإخلاص لله عز وجل. القاعدة الثانية قاعدة العدل والإنصاف في المنقود. القاعدة الثالثة قاعدة الاقتصار على موضع النقد الذي يجب بيانه فقط. القاعدة الرابعة قاعدة عدم التشهير بالمنقود. والقاعدة التي بعدها وهي قاعدة عظيمة، أن من الإنصاف أن يغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه. وعلى كل حال أيها الأخ الكريم، أنا أنصحك لوجه الله عز وجل ألا تستمع لمثل هؤلاء الذين تسأل عنهم،
وأن تشتغل بطلب العلم عند العلماء الكبار وبقراءة الكتب الموثوقة النافعة. فعليك بكتب سماحة والدنا الشيخ ابن باز رحمه الله، وكتب سماحة والدنا الشيخ ابن عثيمين، وكتب العلامة الإمام الألباني رحمه الله، وكتب السلف الأوائل. ودعك من يكون همه فقط نقد فلان وفلان، فإن هؤلاء لا يبنون دينا ولا يعمرون دنيا. وعليك بمنهج السلف الصالح المبني على الكتاب والسنة وفهم الصحابة الكرام رضي الله عنهم. فنصيحتي لك أن تترك مجالس هؤلاء الذين ينقدون العلماء نقد تجريح وإسقاط وفضيحة. وعليك بمن تثق في دينه وعلمه وأمانته، لأن المسألة مسألة دين، فاتق الله في دينك، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا. هذا سائل من العراق يسأل ويقول: ما رأيكم في الضمان الصحي عندنا في العراق؟ يقطعون مبلغا زهيدا من الراتب، وإذا احتاج أحد من أفراد العائلة إلى عملية تجرى له. الحمد لله رب العالمين. الفتوى في ذلك معروفة، وهي أننا نقسم الفتيا إلى قسمين: إلى حال اضطرار وإلى حال توسع واختيار. فأما في حال التوسع والاختيار فلا يجوز للإنسان أن يعقد عقدا مع شركات التأمين أيا كان نوعها، لأن عقود التأمين التجاري مبنية على المعاوضات، وفيها ثلاث علل توجب تحريمها. العلة الأولى أنها عقود مبنية على الربا، ففيها ربا، وذلك لأنك قد تدفع المبلغ القليل وتأخذ المبلغ الكبير، وهذا ربا، فهذا مال بمال متفاضل، بل وفيه ربا النسيئة، لأنك قد لا تأخذ العوض عن المبلغ الذي دفعته إلا متأخرا، فيكون زائدا ففيه ربا الفضل، ومتأخرا ففيه ربا النسيئة. والمتقرر في القواعد أن كل معاملة تتضمن الربا حالا أو مآلا فإنها حرام. وهناك علة أخرى وهي علة الغرر، فإنك ربما تدفع المبلغ القليل وتأخذ الشيء الكثير فيكون الخاسر هم، وربما تدفع المبالغ الكثيرة المتتالية ولا تمرض ولا تأخذ عوضها شيئا فيكون الخاسر أنت والغانم هم. فأنت لا تدري عن عاقبة هذا العقد ولا تدري عن نهايته، فبما أنه من عقود المعاوضات فلا بد أن يكون محدد الطرفين، معروف الثمن والمثمن. فمتى ما دخل شيء من الغرر والجهالة في أحد طرفي عقد المعاوضة فإنه يوجب تحريمها. ولذلك في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. والمتقرر في القواعد أن كل معاملة تتضمن الغرر والجهالة فيما يقصد فهي باطلة. وهناك علة أخرى وهي علة القمار والميسر، وهي أن عقود التأمين التجاري عقود مبنية على المخاطرة. والمتقرر في القواعد أن كل عقد مبني على المخاطرة فإنه قمار وميسر. لكن كل كلام هذا فيما لو كان الإنسان يريد هذا العقد اختيارا وتوسعا، أما إذا كان مفروضا عليه في وظيفته فحينئذ نقول لا بأس على الإنسان، لأنه فرض عليه شيء من الحرام وهو لا يختاره ولذلك نحن نقسم الفتيا فيها إلى قسمين: إلى حال الاضطرار وإلى حال التوسع والاختيار. فإذا كان الإنسان هو الذي يذهب بنفسه إلى شركات التأمين ليعقد معهم شيئا من عقود التأمين الصحي أو غيرها، أو التأمين على النفس أو الصحة أو الحياة أو السيارة، فإذا كان العقد التأميني عقد اختيار فإنه لا يجوز لهذه العلل الثلاث. وأما إذا كان مفروضا عليك في نظام الدولة فرضا، فالدولة هي التي تتحمل الإثم وأنت لا شيء عليك حينئذ، فلا بأس عليك أن تستفيد من هذا العقد إذا كان مفروضا عليك اضطرارا في وظيفتك، وتستفيد من هذا الترخيص أو الخصم الذي يحصل من جرائه، لأن هذا شيء فرض عليك إكراها واضطرارا وأنت غير مختار، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا. سائل من أذربيجان يسأل ويقول:
انتشر في بلادنا طلب الشفاعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم عند قبره، ويقولون عند قبره طلب الشفاعة ليس بشرك أكبر بل هو بدعة، وبالإضافة يقولون إن طلب الشفاعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم من بلاد أخرى شرك أكبر مخرج من الملة، وأما طلب الشفاعة عند قبره بدعة ليست بمخرجة عن الملة، ويقولون أن الميت يسمع، وفيه موجود إجماع، وهذه مسألة سببت التفريق بين الإخوة. أرجو منكم التوضيح في هذه المسألة. الحمد لله رب العالمين. لا بد أن نتفق على شيء قبل أن نبحث في تفاصيل هذه المسألة، وهي أن الإنسان بعد موته لا يجوز أن يدعى بأي نوع من أنواع الدعاء، لا أن تطلب الشفاعة منه، ولا أن يدعى بشيء من حظوظ الدنيا، ولا بشيء من أمور الآخرة، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، وقد خرج عن أحكام الدنيا وصار رهينا بأعماله. بغض النظر عن هذا الميت أنبيا كان أو وليا، فالله عز وجل لم يجز لنا أن ندعو أحدا من الأموات مطلقا، لا بد أن نتفق على هذا. فإذا اتفقنا على هذا عرفنا حينئذ أن طلب الشفاعة من الأموات من جملة طلب الأشياء التي لا يجوز طلبها إلا من الله تبارك وتعالى، فالذي يملك الشفاعة إنما هو الله عز وجل. قال الله عز وجل قل لله الشفاعة جميعا، وقال الله عز وجل ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، وقال الله عز وجل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال الله عز وجل وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يملك هذه الشفاعة حتى يخولها لمن يشاء، وإنما الذي يملك الشفاعة إنما هو الله عز وجل. أفهمتم هذا؟ فلا يجوز طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم لا في حياته ولا بعد مماته، يعني بمعنى لا يجوز أن تأتي لرسول الله وهو حي وتقول اشفع لي يوم القيامة اشفع لي يوم القيامة، وإنما تقول اللهم شفع نبيك فيا، فتطلب الشفاعة من الله عز وجل. فالشفاعة أمر لا يستطيعه إلا الله تبارك وتعالى، لأنه لا يملك الشفاعة إلا الله، لعلكم فهمتم هذا. فإذا لابد أن نفرق بين الشفاعات في الدنيا والشفاعات في الآخرة. أما الشفاعة في الدنيا فلك أن تأتي لإنسان حي قادر حاضر أمامك وتقول اشفع لي عند الملك الفلاني أن يقضي حاجتي، اشفع لي عند الرئيس الفلاني أن يوظفني، اشفع لي عند الأمير الفلاني أن يقضي ديني، هذه شفاعة لا بأس بها. لكن أما الشفاعات في الآخرة فإن الله يملكها، ولا يملكها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح، فلا يجوز أن تسألها أحدا لا حيا ولا ميتا. فإذا كنا نقر بذلك فحينئذ طلب الشفاعة مباشرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز مطلقا لا في حياته ولا بعد مماته من باب أولى، لأن الإنسان لا يجوز أن يدعى بالأمر الذي لا يقدر عليه إلا الله، فإن كل من دعا مخلوقا في أمر لا يقدر عليه إلا الله فإنه قد اتخذه ندا لله عز وجل، وقد ساواه بالله في شيء من خصائص الله. والمتقرر في القواعد أن كل من سوى غير الله بالله في الأمر الذي لا يقدر عليه إلا الله فإنه يكون قد أشرك الشرك الأكبر. هل يجوز أن نأتي للرسول صلى الله عليه وسلم في حياته ونقول أدخلنا الجنة؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن إدخال الجنة أمر لا يقدر عليه إلا الله. هل يجوز لنا أن نأتي لرسول الله ونقول أنقذنا من النار؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن النجاة من النار أمر لا يقدر عليه إلا الله، أمر لا يقدر عليه إلا الله. هل يجوز أن نأتي للرسول صلى الله عليه وسلم في حياته ونقول اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا؟ الجواب لا، لأن ستر العيوب وغفران الذنوب أمر لا يقدر عليه إلا الله. فكذلك الشفاعة، لا يجوز أن نأتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته ونقول اشفع لنا يوم القيامة، فإنه ليس مخولا بالشفاعة لمن يشاء إلا بعد أن يأذن الله عز وجل لمن يشاء ويرضى، ولكن لك أن تقول يا رسول الله يا الله أو يا ربي شفع في نبيك صلى الله عليه وسلم. وبناء على ذلك فسؤال الشفاعة ليس النقاش فيه هل يجوز عند قبر رسول الله أو بعيدا عن قبره، بل نحن نناقش هل يجوز أصلا في حياته أو لا يجوز.
فلذلك المسألة لها بعد آخر غير الذي ذكره السائل. فعندنا معاشر أهل السنة والجماعة طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز مطلقا، لا في حياته ولا بعد مماته، لأنه طلب مخلوق أمرا لا يقدر عليه المخلوق، فالشفاعة ملك لله تبارك وتعالى، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا. هذا سائل من دولة الكاميرون يسأل ويقول: أنا خطبت بنتا وقدمت لهم كل شيء طلبوه مني ومنه المهر، هل يمكنني أن أتحدث معها في الجوال وعن طريق النت؟ هل يجوز أم لا؟ بارك الله فيكم ونفعنا بعلمكم. الحمد لله رب العالمين. لقد أعطانا الله عز وجل قاعدة في الحديث مع الأجنبية في قوله: ولا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. فهذا هو المخاطبة مع الأجنبي، هذا هو ميزان المخاطبة مع الأجنبية. وبما أنك قدمت لهم كل شيء ولكن لم تعقد بعد، فإنها لا تزال أجنبية عنك حتى تعقد بالإيجاب والقبول والشهود وتتم أركان العقد، فحينئذ تعتبر امرأة لك فتكلمها وتخلو بها كيفما شئت، لكن قبل العقد لا تزال أجنبية. فلك أن تحدثها وفقك الله في أمور تخص الزواج بينكما وتخص الأثاث أثاث بيتكما وأولادكما وكيفية التربية وكيفية التعاطي مع المشكلات ونحوها، فلك أن تكلمها ولو في حال الخلوة، شريطة أن يكون كلامك فيما يخص الحياة الزوجية ووضع القواعد التي ينبغي أن تتعامل أنت وإياها على منوالها، لا بأس بذلك. فتأمل قول الله عز وجل: ولا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. فبما أنك عازم على الخطبة وقد قدمت تلك المقدمات كلها، فلك أن تكلم مخطوبتك بما يخص أموركما الأسرية كأنواع الأثاث وأنواع الأواني وأنواع الفرش وأنواع البيت وكيف نربي أولادنا وكيف تكون حل مشاكلنا ونحو ذلك، لكن بعيدا عن الأمور التي لا يجوز أن يتكلم فيها الرجل إلا مع زوجته، وأنت تعرف ماذا أقصد، وإنما يكون الكلام فيما يخص الكلام المعروف في قضية الأثاث، في قضية البيت، في قضية التعاطي مع المشكلات ونحوها، ولعلك فهمت كلامي. فلا أمنعك من مكالمتها مطلقا ولا أجيز لك أن تتبسط في مكالمتها مطلقا، وإنما أنبثق من قول الله عز وجل: إلا أن تقولوا قولا معروفا. فقل القول المعروف ولا بأس عليك، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا. هذا سائل من غانا يسأل ويقول: رجل إذا بال وبعد بوله بثلاثين دقيقة أو ساعة نظر إلى ذكره فرأى أثر البول، وبعد ذلك بقليل إذا نظر لا يرى أثر البول أيضا، ماذا يفعل؟ الحمد لله، يتق الله ولا يلتفت إلى مثل ذلك مرة أخرى حتى لا يهجم عليه شيء من الوساوس القهرية، فإن الشيطان حريص على أن يدخل جذوة الوسواس في قلبك، فما تحس به وفقك الله من تلك البلة وما تراه من تلك الأثر إنما هو من جملة الوساوس التي لا حقيقة لها ولا واقع لها ولا أثر لها شرعا، ولكن الشيطان يؤزك أزا إلى النظر إليها بعين الاعتبار حتى يحرق قلبك في تعبدك وحتى يقطع سير قلبك إلى الله عز وجل. فإياك أن تقبل هذه الوساوس، وإياك أن تتفقد سراويلك الفينة بعد الفينة، وإياك أن تنظر فيها، وإنما تبول فإذا انقطع بولك وقطراته تستنجي استنجاء جيدا، ثم تأخذ كفا من ماء بيدك ثم تنضح به على سراويلك من جهة ذكرك، حتى إذا أحسست بشيء من البلة بعد ذلك تقول: إن تلك البلة من تلك الرشة. وهذا من أعظم ما يقطع به الوسواس عن الإنسان، وهو من سنن الفطرة كما في صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة، وهي سنة الانتضاح. وفي سنن أبي داود بإسناد صحيح لغيره من حديث الحكم بن سفيان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بال أخذ كفا من ماء ثم نضح به فرجه. وكذلك في مسند الإمام أحمد بإسناد حسن لغيره من حديث زيد بن حارثة لما علم جبريل النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قال: فلما فرغ من وضوئه أخذ كفا من ماء فنضح به مذاكيره، يعني نضح به سراويله. فهذا من أعظم ما يقطع الوساوس عن الإنسان، وإياك بعد ذلك أن تفتش في سراويلك أو أن تنظر في تلك البلة، وكلما أحسست بشيء فاستعذ بالله عز وجل من الشيطان، فهذا من إلقاء الشيطان ووسوسته ليفسد عليك عبادتك ويكدر عليك صفو سيرك إلى الله عز وجل.
ففي الصحيحين من حديث عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد شيئا في الصلاة، قال: لا ينصرف، أو قال: لا ينفتل حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وعند البزار بإسناد جيد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث، فمن وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وفي رواية: إذا جاء أحدكم الشيطان فقال له: إنك أحدثت، فليقل: كذبت. ولابن حبان: فليقل في نفسه، يعني يقول في نفسه: إنك كذبت يا عدو الله، فلا ينبغي له أن يصدق الشيطان. فما تحس به يا أخي لا يجوز أن تبني عليه حكما شرعيا، لأنه مجرد وهم ووساوس. والمتقرر في القواعد أن اليقين لا يزول بالشك، والمتقرر في القواعد أن الإحكام لا تبنى على الأوهام، والمتقرر في القواعد أن الوساوس لا تضر الإنسان ما دامت حديث نفس لم يقرنها الإنسان بعمل أو استرسال أو كلام. فحتى لا يحترق تعبدك، وحتى لا تثقل نفسك عن التعبدات، فلا تلتفت إلى مثل هذه الوساوس، والتهي عنها، واستعذ بالله عز وجل منها، واصرف قلبك عنها ما استطعت، حتى لا تقطع طريقك إلى الله عز وجل. والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا. سائل من دولة الجابون يسأل ويقول: كيف من وجد العمل ولكنه أجبر على حلق اللحية علما أنه في حاجة ماسة؟ أفتونا يرحمكم الله. الحمد لله رب العالمين. وبعد، من المعلوم أن المسلم لا يجوز له أن يحلق لحيته، فإن تربية اللحية من الأمور الواجبة، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإرخائها وإكرامها، وقال: أعفوا اللحى، أكرموا اللحى، أرخوا اللحى. وهذا أمر، والأمر يتضمن الوجوب، فلا يجوز للمسلم أن يحلق لحيته. فإذا كنت تجد عملا آخر وفقك الله، فالواجب عليك أن تترك هذا العمل إلى العمل الآخر. وإذا كنت لا تجد إلا هذا العمل وليس لك مندوحة عنه، حينئذ نعمل معك بقاعدة: الضرورات تبيح المحظورات، والحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة. فإذا لم تجد مندوحة عن هذا العمل ولا باب من أبواب الرزق إلا في هذا العمل، ولا تستطيع أن تنتقل منه إلى عمل آخر وهم لا يتنازلون عن هذا الشرط، فحينئذ لا بأس عليك إن شاء الله، لأنك مكره. والمتقرر في القواعد أن الإكراه رافع للتكليف. فإذا علم الله من قلبك أنك إنما تحلق لحيتك لاضطرارك العظيم لهذا العمل، والذي لا تجد بابا من أبواب الرزق في بلادك إلا هو، ولا يكف وجهك عن الناس إلا راتبه، فحينئذ لا بأس عليك ولا حرج إن شاء الله، لكن ليكره ذلك قلبك، ولتحرص على أن تبحث عن عمل آخر حتى تنتقل إليه إن شاء الله، ولا يلزمك أصحابه بأن ترتكب شيئا من الذنوب والمعاصي. أسأل الله أن يفرج عني وعنك، والله أعلم.